حيث وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستقل هذا اليخت عبورا إلى مقر الاحتفال ومقر الحدث بهيئة قناة السويس. إن ما تشهده مصر من إنجازات يوما بعد يوم لهو خير دليل على أن القيادة السياسية واعية ومصممة، ومعها كل جموع الشعب على إثراء هذا الوطن وعلى السير قدما تحقيقا لغد أفضل لمصر وللمصريين. قناة السويس أهم الشرايين الحيوية في العالم التي تربط ما بين قارات العالم القديم الثلاث، إفريقيا وأسيا وأوروبا، وهي المعبر إلى المحيط الأطلنطي، حيث تعد قناة السويس المعبر والممر الملاحي الأهم والذي تمر فيه نحو سدس التجارة العالمية. نحو 12% من التجارة العالمية تمر هنا في هذا الشريان الملاحي المهم. والحقيقة أن التطوير الذي يلحق بالقناة عاما بعد عام، بل في خطى متسارعة ولنقل يوما بعد يوم، لهو حري بأن يكون مثار انتباه ومثار جذب لانتباه كل اقتصادي وسياسي العالم. إن ما ترسله مصر من رسائل على المستويات المختلفة إنما هو ما يليق بحضارة تمتد وتضرب جذورها في عمق التاريخ، حضارة تعدت سنينها 7000. إن قناة السويس وما أثبتته الأيام من أنها المعبر الأهم إنما هو حري بنا أن نقدم هذا التطوير وأن نحتفي بكل إنجاز يتم على أرض هذا الوطن ويتم في هذا الشريان المائي المهم. طول قناة السويس يبلغ 193 كيلومترا وعرضها يتراوح ما بين 300 متر إلى 330. أما عمق الغاطس في هذه القناة فهو 24 مترا. وقد أضيفت قناة السويس الجديدة منذ ما يربو على 5 سنوات، حيث تم افتتاحها في 6 أغسطس عام 2015، لتكون إذانا ببدء مرحلة جديدة من التطوير ومن ازدواج الخط الملاحي في بعض مراحله. وقد حقق هذا بالفعل إنجازا اقتصاديا ولوجستيا مهما. ما تستهدفه مصر من خطط طموحة خلال الأعوام الماضية خلال الأعوام المقبلة هو تغيير ملامح هذه المنطقة لكي تصير منطقة صناعية ولوجستية وزراعية وتجارية مهمة للغاية. فالمسألة ليست مجرد ممر مائي أو ممر ملاحي يربط مكانا بآخر ويربط بحرا بآخر، بل تخطى هذا المفهوم حتى أنه يزيد على أن يربط قارة بأخرى. إن ما نشهده
في هذا العمل العظيم هو منطقة وبوابة صناعية وتجارية ما بين الجانب الآسيوي والأوروبي وبين القارة الإفريقية. هذه القارة الواعدة التي تقع مصر في شمالها. هذه القارة السمراء التي تمثل العمق الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والحضارية والثقافية أيضا لمصر. إنها مصر الكنانة. وقد أخذت مصر على عاتقها ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي قضايا القارة الإفريقية، حيث ترأست مصر الاتحاد الإفريقي عام 2019، واستطاعت بقيادة حكيمة أن تجعل مشكلات القارة وأمالها وطموحاتها في صدارة الاهتمام وصدارة المشهد على المستويات المختلفة، ليست فقط القارية ولكن أيضا على المستوى العالمي. إن ما تبذله مصر من جهود على الأصعدة المختلفة ومن علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والدول التي تربطها بمصر مصالح مشتركة. لقد مثلت مصر دائما بوابة الأمان لكل جيرانها وأشقائها وأصدقائها، وتظل مصر في هذا الدور وفي هذا المكان المهم لتمثل هذه القيمة الاستراتيجية وهذه القيمة المعنوية الكبيرة الداعمة للغير. إن سياسة مصر الثابتة التي تعتمد على احترام حقوق الغير وعلى احترام سيادة الشعوب وعلى احترام رغبات الشعوب في تحقيق مصائرها هي سياسة كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل بأن مصر تمارس سياسة شريفة، وأن مصر لها ثوابت خارجية وداخلية، وكما نحترم حقوق الغير دائما فعلى الغير دائما أن يحترم أيضا الثقافات والحقوق المشروعة لشعوب المنطقة. إن ثوابت الصداقة والمصالح المشتركة هي التي تربط مصر بجيرانها وبالدول على مختلف الأصعدة. ما بنته مصر خلال السنوات الماضية من بناء راسخ وعلاقات متينة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإقليمي لهو نموذج يحتذى لكل دول العالم في سياسة خارجية رصينة وتقدر عن كثب مصالح الجميع وتضع نصب أعينها مصالح الآخرين إلى جانب مصالحها، وهو ما تجلى كثيرا في علاقات شراكة ممتدة بين مصر وبين دول مختلفة من مناطق متباينة من العالم وفي كل القارات. قناة السويس وكما تشاهدون هي صرح مائي عظيم وممر مائي هائل، وقد استطاعت مصر أن تحمي أمنها، وهنا أتحدث عن أمن مصر وعن أمن القناة كذلك، لتصير القناة ممرا ملاحيا يستخدمه العالم في أغراضه السلمية والتجارية
ولتصير هذه القناة البديلة المهمة للغاية لطريق رأس الرجاء الصالح. فاختصر كثير من الوقت وكثير من الجهد وكثير أيضا من المال فيما كانت تقطع في ما قبل سنوات إنشاء القناة السفن طريقها عبر الدوران حول القارة الإفريقية بطول محيطها، فقد أصبحت الآن تشق القارة الإفريقية في جانبها الشرقي ومرورا بين قارتين، قارة إفريقيا وقارة آسيا، لتختصر الرحلات وزمنها وتكلفتها ولتصير الشكل الأهم من أشكال مرور التجارة والملاحة. وتضيف مصر باستمرار جهودا إلى القناة، واليوم تفتتح نقطة إرشاد جديدة في القناة من بين 16 نقطة للإرشاد، كما يتم إنشاء عدد من الجراجات الخاصة بالسفن والتي يمكن أن تسهل كثيرا حصول عدد من السفن على متطلباتها اللوجستية، وذلك تمهيدا لأن تكون منطقة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية مستقبلا مهما لصيانة السفن ولإجراء العمليات اللوجستية بل وعمليات التحميل والتفريغ وعمليات إعادة التصنيع. وتمتلك هيئة قناة السويس العديد من القطع البحرية ما بين يخوت ولانشات وقطع بحرية أخرى وكراكات، حيث كانت الإضافة الأحدث للكراكة مهاب مميش، وذلك تقديرا للرئيس الأسبق لهيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، والذي يحضر هذا الحدث اليوم. كانت هذه الإضافة حين وصلت هذه الكراكة ودخلت الخدمة بالفعل في شهر إبريل الشهر الماضي، ويقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم عليها إذانا ببدء جهد جديد وإضافات جديدة في قناة السويس. إن ما تشاهدونه من لقطات وما يذاع على حضراتكم على الهواء وما يذاع عن القناة في غير وقت وفي غير محفل لهو إنجاز لسواعد مصرية تبني وتعمق كل يوم. هي سواعد حفرت قناة السويس بداية من سنة 1859 وامتدادا لعشر سنوات حتى سنة 1869، وجميعنا يعلم الحكايات والقصص التي ضحى أجدادنا بأرواحهم فيها من أجل حفر هذه القناة. هذه القناة التي مثلت تاريخا وجغرافيا لمصر على امتداد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمان.
وتحديدا نتحدث عن قناة حفرت بالعرق والسواعد والدماء. نتحدث عن آلاف العاملين، وهنا حق المصريين في الانتفاع والاعتزاز بهذه القناة. هذه القناة التي كانت أهم نقطة مثلت مطامع في مصر على مدى التاريخ الحديث، هي النقطة التي تربط الشرق بالغرب، وهي النقطة التي تربط الشمال بالجنوب. ولقد كانت مصر دائما قادرة على حماية مقدراتها وأرضها ومائها وسمائها وشعبها. لقد كانت مصر وما تزال قادرة قوية عظيمة. مصر بسواعد أبنائها، مصر بأرواحهم ودمائهم. تحية في هذا اليوم لكل من ضحوا بحياتهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل هذا الوطن. تحية للجنود المقاتلين الذين زادوا عن هذا الوطن، الذين زادوا عن هذا الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم، الذين قدموا كل غال ونفيس، قدموا أغلى ما لديهم من أجل تراب هذا الوطن. تحية لدماء وأرواح وشهداء في جهد حفر قناة السويس. تحية لكل مصري قدم لهذا الوطن من جهده ومن عرقه. تحية لهذا الوطن، لكل من قدم لمصر وشعبها كلمة طيبة وفعلا طيبا هو أصله كشجرة طيبة. تحية لكل عين مصرية سهرت تحمي وتحرس في سبيل الله وسبيل هذا الوطن. ونحن في أيام مباركات نبتهل جميعا إلى الله أن يحفظ هذا الوطن ومصر التي ذكرت في القرآن، ومصر المحفوظة بعين الرحمن. نثق أنها ستظل مصر المحفوظة على مر الزمان. الأعلام التي ترفرف هنا في القناة هي دليل حب وإخاء وصداقة وتعاون مثمر وحقيقي. هي يد مصرية ممدودة لكل محب السلام، لكل من يقدم إلى الإنسانية ولو قدرا يسيرا من الخير والطمأنينة والحب، لكل من يسهم في مسيرة الإنسانية نحو الرحمة. إن مصر بثوابتها وبعمق تاريخها وبما أثبتته الأيام التي مرت بها، وقد كانت كثير من أيام هذا الوطن صعبة للغاية، إن مصر هذه التي استطاعت أن تتخطى كل هذه المحن عبر تاريخ طويل ممتد لآلاف السنين، والتاريخ في ذلك يروي الكثير من الحكايات ومن الروايات، وهناك الكثير مما لم يروى، لكنها كلها تضحيات وفداء، وكلها مثار فخر لكل مصري. مثار فخر أن يكون هذا الوطن هو وطن المصريين. إن من لم يعرف قيمة مصر عبر التاريخ يستطيع أن يتلمسها عبر كل ما يدور على أرضها في كل يوم.
حري بالجميع أن يعرف ماذا يحدث على هذه الأرض الطيبة. وشاشات الإعلام وميكروفونات الإذاعة وأقلام الصحافة وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي تنقل لنا قدرا وجزءا من كل وبعضا من كثير يتم ويضاف على هذه الأرض الطيبة. إن كل الإنجازات التي تحدث في مصر وعلى محاورها المختلفة ومجالاتها المتقاطعة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو غيره، إنما هي إنجازات يستطيع كل مصري ويستطيع كل منصف أن يدرك ماذا يحدث من خلال كل ما يبث عبر وسائل الإعلام المختلفة. إن مصر بقامتها وشموخها، إن مصر بتاريخها وحضارتها، إن مصر بعظمتها وعظمة شعبها تقف شاهدة على التاريخ. وهنا لا يفوتني إلا أن أذكر كلمة أن مصر جاءت ثم جاء التاريخ. مصر دولة قديمة قدم التاريخ. مصر دولة عظيمة في كل الأحيان وفي كل العصور. قد يشتد الأمر أحيانا وقد تصعب الحياة في أحيان أخرى، ولكن مصر باقية، لكن مصر صامدة. أعود إلى حضراتكم في الإنجازات التي تمتد في ربوع هذا الوطن بينما يحدث هنا في الشرق في قناة السويس وما حولها من مناطق استثمارية ومنطقة اقتصادية واعدة، وامتدادا إلى الشمال الشرقي في مصر تحديدا إلى سيناء. سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية التي عادت بالحرب وعادت بالسلام إلى أرض مصر. ربما تأخرت يد العمران ويد البناء ويد التنمية لسنوات عن هذه البقعة المهمة، لكن ما حدث في السنوات القلائل الماضية وما يحدث بوتيرة متسارعة لهو نموذج ولهو عمل كبير يجب أن يسلط الضوء عليه. التنمية كانت قد امتدت في سيناء في جنوبها في عدد من مدنها والمنتجعات السياحية الموجودة بها، ولكن يد البناء ويد التعمير امتدت إلى وسط وإلى شمال وإلى كل ربوع وكل مناطق سيناء. وهي خطة طموحة بدأتها مصر وتستمر فيها لسنوات مقبلة، وذلك بعد أن حاربت مصر الإرهاب لسنوات، بعد ثورتين وبعد هذه السيولة الأمنية التي كانت في أرض سيناء وكانت مرتعا للجماعات الإرهابية ومنطقة عمليات لهذه العمليات، منطقة عمليات لهذه الجماعات،
أخذت مصر على عاتقها شرطة وجيشا وشعبا. أخذت مصر على عاتقها ممثلة في كل فرد أن تحارب الإرهاب. وأمام عزيمة المصريين وأمام ثقتهم في جيشهم وفي قوات الأمن المصرية، استطاعت مصر أن تهزم الإرهاب. لكن المعركة لم تنتهي بعد، المعركة قائمة، وكذلك التصميم قائم والجهد مبذول. ولذلك فمصر حري بها أن تحقق النصر في كل الأماكن وفي كل الأزمان. سنظل نحارب الإرهاب الذي قضينا على معظمه، واستطاعت مصر أن تحقق أمنها في كل ربوع وفي كل الاتجاهات. وأعتقد أن الجميع شاهد على ذلك. منذ سنوات عشر كانت الحالة الأمنية مختلفة تماما عما نعيشه ونعيش فيه اليوم. يرتبط بهذه الحالة الأمنية كل مناحي الحياة، فلا اقتصاد ولا سياسة ولا حياة من الأساس بدون أمن. استطاعت مصر أن تحقق هذا الأمن في الربوع المختلفة. استطاعت مصر أن تحقق هذا الأمن في نفوس المصريين. والأمن كما يقولون ليس فقط أفرادا وقوات وعتادا، بل الأمن فكرة. الأمن هو معنى يتم إقراره في نفوس الناس ونفوس الشعب، فيسير آمنين في نفس الشوارع التي كانت تشهد حوادث وتشهد مشكلات أمنية. اليوم أصبح الواقع مغيرا، اليوم أصبح الواقع مطمئنا ومطمئنا. ومع كل هذه الجهود صارت جهود التنمية. لا أقول إن الجهود بدأت بأمن حتى إقراره ثم تبدأ التنمية، ولكن فكرة الخطوط المتوازية وفكرة الجهود التي تسير في خطى وخطوط متوازية، فالاستقرار إلى جانب الاستثمار، إلى جانب الاقتصاد، إلى جانب النجاحات السياسية سواء داخليا أو خارجيا، إلى جانب جهود التنمية في المجالات والقطاعات المختلفة. قطاع الزراعة الذي بدأ بمشروع 1.5 مليون فدان، ثم مشروعات الصوب الزراعية والتي امتدت إلى 100,000 صوبة، وبعد ذلك يضاف إلى هذا الرصيد مشروع محور الضبعة الذي من المتوقع أو من المنتظر إن شاء الله أن يضاف رقعة جديدة لنحو 1.5 مليون فدان في مشروع زراعي هو الأضخم على أرض وتاريخ هذا الوطن. مشروع أو مشروعات الاستزراع السمكي والمزارع السمكية في مناطقها المختلفة، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابع العمل فيها في كل يوم بعد يوم وحدث بعد آخر. إننا اليوم سنشهد مشاهدينا الكرام أحد الأفلام التسجيلية عن قناة السويس بعنوان تحديات وإنجازات. كما نشهد اليوم عدة افتتاحات عبر الفيديو كونفرنس، افتتاح 16 محطة إرشاد على طول القناة
افتتاح مقر الهيئة بالإسماعيلية الجديدة، افتتاح المجموعة الأولى بمحطة مياه بورسعيد، افتتاح عمارات العاملين بالهيئة والمحالين للمعاش محافظة بورسعيد، وافتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش محافظة السويس. كذلك يتم بث مباشر ومعاينة لعدة مواقع هي مشروع إنشاء محطة مياه بقدرة 180 ألف متر مكعب، وذلك بمدينة الإسماعيلية، ومشروع إنشاء استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وكذلك مشروع إنشاء متحف هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. كما يشهد هذا اليوم حدثا مهما من خلال رفع العلم على الكراكة الجديدة المنضمة مهاب مميش إلى معدات العمل في قناة السويس. إن قناة السويس تمثل مكانا عبقريا، مكانا خطه التاريخ هنا في هذه البقعة من أرض مصر وهذه البقعة من العالم. لقد ظلت قناة السويس تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها حتى عام 67 لتتوقف الملاحة في القناة لثماني سنوات وحتى عام 75. قدرت خسارة الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة بما يزيد على 13 مليار دولار، وقد اتخذ الرئيس الراحل محمد أنور السادات قراره التاريخي والشجاع ببدء حرب التحرير واستعادة الكرامة في 6 أكتوبر عام 1973، ليتم بعدها العمل في قناة السويس مرة أخرى بعد الحرب بنحو عامين. وقد وصل السيد الرئيس الآن في هذا اليخت إلى المنصة التي يجرى عليها احتفال اليوم، حيث هي المنصة ذاتها التي شهدت افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015. كنت قد ذكرت لحضراتكم أن هذا المكان حين احتلت سيناء، هذا المكان الذي نقف فيه والذي نبث فيه، كان مكانا لخط بارليف، كان مكانا للساتر الترابي. هذا الخط والساتر الذي قهرته أيدي وعقول المصريين، فكانت فكرة خراطيم المياه، وكانت شجاعة الجندي المصري وقدرته وتدريبه وإيمانه في شهر رمضان. ومنذ أيام، منذ أقل من 3 أسابيع، كنا نحتفل بذكرى العاشر من رمضان، ذكرى العبور
ذكرى عبور الصائمين وتحرير الأوطان والقضاء على ما مثله العدو من فكرة أن خط بارليف لا يمكن أن يخترق ولا يمكن هدمه، ولكن هدمته إرادة وعقول المصريين قبل أيديهم. دقائق مشاهدينا الكرام، ويبدأ هذا الحدث المهم، وتبدأ وقائع هذا الحدث الذي ذكرت لحضراتكم تفاصيله. إن هذا الحوض يقع في قناة السويس الجديدة، وبالطبع المتابع للمكان والمتابع للصور التي يتم بثها من هذا المكان فسيجد في كل حين أن ثمة ما يضاف هنا في هذه القناة، في قناة السويس، من أعمال تطوير وأعمال صيانة لا تهدأ، وإنما تمتد في كل وقت وفي كل حين. فأعمال الصيانة مستمرة ليل نهار حفاظا على هذا المرفق الحيوي الدولي المهم. نتابع مشاهدينا الكرام وصول وتوجه السيد الرئيس إلى مقر الحدث هنا، وذلك إذانا ببدء الفعاليات، وإذانا بوقائع مهمة للمصريين أن يحفظوها في ذاكرتهم وأن يحفظوها في تاريخهم وأن يحفظوها من أجل أبنائهم تخليدا في التاريخ. نتابع مع حضراتكم على الهواء مشاهدينا الكرام. والأيام خير دليل وشاهد ومؤكد على كل ما يقال. والأيام خير دليل وشاهد، وما تثبته لهو الأقدر ولهو الأجدر على أن يكون في ذاكرة وقلوب المصريين. لحظات ويصل موكب السيد الرئيس إلى منصة الاحتفال هنا على ضفاف قناة السويس.
السويس، حيث وضعت الخطة خلال العام الماضي عام 2020 من أجل تطوير المجرى الملاحي من حيث العمق والأبعاد الهندسية لاستيعاب أعداد وحمولات السفن التي تتزايد، وذلك بالطبع يرتبط بالطاقة الاستيعابية والتصريفية للقناة بعد مشروع حفر قناة السويس الجديدة. وكما يتابع السيد الرئيس المشهد وتتابعونه حضراتكم عبر شاشات التلفزيون على الهواء مباشرة، الصورة تتحدث عن نفسها والصورة لا تكذب. إن ما تعلمناه في الإعلام أن الصورة أكثر صدقا بكثير من 1000 كلمة، وأنها أكثر تأثيرا، فالصورة تنقل الواقع. وما نحاول أن نفعله هنا هو نقل القدر والجزء الأكبر من هذه الصورة من على أرض الواقع. قناة السويس تتحدث اليوم عن نفسها. يتم تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، وحتى عام 2023 فالموعد هو بعد عامين. ودائما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تنجز الأعمال في إطارها الزمني، بل في معظم الأحيان قبل إطارها الزمني، تكريسا للوقت وللجهد وللبناء. عناصر خطة المجرى الملاحي أو تطوير المجرى الملاحي حتى عام 2023 تتضمن مشروع تطوير وإنشاء جراجات الطوارئ، وقد شهدنا منذ أسابيع جنوح السفينة إيفر جرين وما سببته من مشكلة ليس فقط على مستوى القناة في مصر، بل على مستوى العالم وكل الدول. قدر البعض أن تكلفة تعطيل الملاحة في قناة السويس، التكلفة الاقتصادية على المستوى العالمي، تزيد يوميا عن 9 مليارات دولار خسائر، وهو رقم كبير. أي أن التكلفة أو الخسارة في الساعة الواحدة على المستوى العالمي بلغت 400 مليون دولار. رب ضارة نافعة. لقد أثبتت هذه الأزمة وهذه المشكلة الأهمية الكبرى لقناة السويس على المستوى العالمي، وأنه لا غنى عنها وعن موقعها الفريد. كذلك أثبتت هذه الأزمة قدرة المصريين على معالجة الأزمات والتعامل معها. أثبتت هذه الأزمة عزيمة المصريين وقدرة تنفيذهم العالية في مواجهة الصعاب. كذلك من عناصر
تطوير خطة المجرى الملاحي، هو تطوير ورفع كفاءة محطات الإرشاد بعدد 16 محطة بطول خط القناة، وإنشاء قيسونات رباط السفن العملاقة بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وكذلك تحسين المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاحة، وتعميق تفريعة بورسعيد الغربية لغاطس يبلغ 48 إلى 52 قدما، وبوغازي بورسعيد الشرقي والغربي. والحقيقة أن هذه المشروعات وإن كان جانب منها تقني ومتخصص، لكن معرفة مثل هذه الجوانب ومحاولة المتابعة والشرح إنما يفتح أعينا وعقولا وأذانا لكي يتابع المصريون ما يجري على أرضهم من إنجازات. كذلك الغوص في التاريخ هو دائما بمثابة فهم للأحداث وفهم لما يحضر من أحداث جديدة وما يتوقع أن يستجد من أحداث. إن من يقرأ التاريخ فبالضرورة يستطيع التعامل مع حاضره ومع مستقبله، وإن من يجهل تاريخه لا يستطيع في كثير أن يقدم أيا من الرؤية ومن الفهم ومن الإدراك ومن التوقع للمستقبل. أنشئ مبنى هيئة قناة السويس عام 1862، أي قبل أن تفتتح القناة للملاحة بسبعة أعوام. وطبعا حضراتكم تعرفون ومن قراءة التاريخ ومن السماع عن أحداث هذه الفترة أن الدبلوماسي الفرنسي الشهير فرديناند دي ليسيبس هو صاحب فكرة إنشاء وتنفيذ القناة، وهو الذي أنشأ هذا المقر الإداري لهيئة قناة السويس حين كانت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. هناك الكثير من التحديات التي واجهت هذا الوطن وهذه القناة، وفي توقيتات ومراحل تاريخية مختلفة كانت فيها عناصر وعوامل مشتركة كثيرة. الأهم أن مصر استطاعت أن تقصم كل التحديات وأن تواجهها وأن ترتقي بقدراتها يوما بعد آخر وساعة بعد أخرى، حتى وصلنا إلى يوم في التاريخ مثل هذا الذي نتحدث فيه ومثل هذا الذي نشهده. ونشهد الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الحدث.
نحن مع حضراتكم في هذا البث الحي على الهواء مباشرة من داخل هيئة قناة السويس، حيث تشهد الهيئة اليوم هذا الحدث المهم والفريد لافتتاح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس، حيث تفتتح 16 محطة للإرشاد على طول خط القناة وعدد من المقار، مقر الهيئة بالإسماعيلية الجديدة، وهي ظهير جديد لمدينة الإسماعيلية تم إنشاؤه بسواعد وإرادة مصرية. كما يتم افتتاح المجموعة الأولى بمحطة مياه بورسعيد والتي تبلغ طاقتها 100 وتبلغ طاقتها 80,000 متر مكعب يوميا. وتنشأ محطة مياه بقدرة 180,000 متر مكعب بمدينة الإسماعيلية، هذا إضافة إلى افتتاح المجموعة الأولى بمحطة مياه بورسعيد التي ذكرتها لحضراتكم. كذلك هناك عدد من المشروعات مثل مشروع إنشاء استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وكما ذكرنا منذ قليل أن هذه المشروعات يستهدف أن تكتمل بعد نحو عامين في عام 2023 في إطار خطة طموحة لتطوير الهيئة وتطوير المجرى الملاحي، وذلك من حيث رفع الكفاءة ومن حيث الطاقة الاستيعابية التي تسمح بمرور عدد أكبر من السفن في القناة. يذكر أن القناة الآن متوسط عدد السفن التي تعبر بها يوميا يبلغ 81 سفينة، لكن القدرة الاستيعابية للقناة تبلغ 97 سفينة في اليوم. وجدير بالذكر وحري به وحري بنا أن نصعد هذه المقارنة لكي تكون دليلا مهما وشاهدا على ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، حيث كانت الطاقة الاستيعابية لقناة السويس تبلغ 47 سفينة في اليوم، ليزداد هذا العدد إلى 97، أي تم زيادة العدد بأكثر من 100%. وأرى الآن مشاهدي الكرام السادة الوزراء والمسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة، وقد دخلوا إلى هذه القاعة تمهيدا لافتتاح عدد من مشروعات الهيئة، هيئة قناة السويس، حيث يدخل بعد قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل أن يأذن بهذه الافتتاحات.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. تفضلوا استريحوا، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحضور الكرام، يشهد التاريخ لشعب مصر بقدرته دوما على صنع المعجزات الحضارية والإنسانية، وقناة السويس واحدة من تلك المعجزات التي حفرها المصريون بعرقهم ودمائهم، فهي شريان الحياة في منظومة التجارة العالمية على مدى أكثر من 150 عاما، كممر ملاحي يربط حركة السفن بين الشرق والغرب. وقد شهدت قناة السويس نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية بإنشاء قناة السويس الجديدة في زمن قياسي كشريان إضافي للرخاء وسيولة حركة الملاحة العالمية بتقليل زمن العبور واستيعاب حركة السفن العملاقة. كما شهدت تطويرا لآليات القيادة والسيطرة على طول المجرى الملاحي للقناة لرصد وتتبع السفن آليا وبتدخل طفيف من العنصر البشري، وانعكس هذا التطور إيجابا على الدخل القومي المصري من النقد الأجنبي. واليوم سنقوم بتدشين وافتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، وخير ما نستهل به يومنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ شريف السيد خليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نقدم لحضراتكم الآن فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان قناة السويس تحديات وإنجازات. إنها مصر، عبقرية الزمان والمكان، يلتقيان فيشكلان قلب العالم. موقع فريد ازداد تفردا وتميزا بإنشاء قناة السويس شريان الملاحة العالمية بين ماض مجيد وواقع يفيض بالمزيد منه.
التحديات والإنجازات. كان التحدي كلمة السر، وظل الإنجاز غاية المرحلة، فكان على رجال هيئة قناة السويس أن يقهروا الصعب وأن يجتازوا حاجز المستحيل، فأمكنهم أن يحققوا القيمة الكبرى من إنشاء قناة السويس الجديدة. نجاحات تلو نجاحات، ونموذج يحتذى في إدارة الأزمات، أسلوب استباقي هو الأمثل في احتواء الآثار الناجمة عن أزمة كورونا، عبر انتهاج هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لعملائها الدوليين. اختبار صعب آخر أكد فيه رجال الهيئة قدراتهم الفائقة في سباق مع الزمن، حين نجحوا في تعويم سفينة الحاويات البنامية إيفر جيفن خلال 6 أيام ودون أدنى خسائر. أنا بشكركم على الجهد اللي اتعمل، وعلى الدور الكبير قوي اللي عملته الهيئة بكل عناصرها. كان منظر محترم بيدل على خبرات كبيرة وقدرات كبيرة. إرادة مصرية حقيقية تجلت عبر نموذج عملي مثالي لفنون الإدارة بالأزمات. وما كان لرجال الهيئة أن يقهروا تلك التحديات دون رؤية استراتيجية تحققت أهدافها عبر عدد من ركائز الانطلاق نحو آفاق جديدة يتقدمها تطوير المجرى الملاحي. هكذا استمرت عملية التكريك بواسطة أسطول كراكات الهيئة، حفاظاً على أبعاد وأعماق القناة لاستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة. ولزيادة معدلات الأمان الملاحي ومواجهة الطوارئ المحتملة، جاري العمل على إنشاء 5 جراجات بحرية على القناة الجديدة، هذا بالإضافة إلى إنشاء عدد من القيسونات ومرابط السفن، فضلاً عن تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي وفقاً لأرقى النظم الإلكترونية. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تعلن عن نفسها بتطوير إمكانيات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس ضمن استراتيجية التطوير 2023، وذلك من خلال عدة آليات، من أهمها تحديث أسطول الكراكات بكراكتين هما الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط، حيث انضمت الكراكة مهاب مميش. وقريبا ستنضم الكراكة حسين طنطاوي. وكذلك بناء 4 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا ضمن أسطول الوحدات البحرية المستخدمة في أعمال القطر والإنقاذ والإرشاد. كما شملت أعمال التطوير بناء عدد من الوحدات البحرية المعاونة كقاطرات الخدمة ولنشات الإرشاد بواقع 7 لنشات وقاطرتين نور 1 ونور 2 بقوة شد 8 أطنان. وتتنوع ركائز الانطلاق نحو آفاق استراتيجية عام 2023 ليتأكد لنا أن العنصر البشري هو رصيد القناة الذهبي، فلا تدخر الهيئة وسعا في الارتقاء بمعدلات أداء كوادرها البشرية عبر عدد من البرامج التدريبية، من أهمها على الإطلاق ما يقدمه مركز المحاكاة والتدريب البحري من دورات لتدريب المرشدين على الإرشاد في مختلف الظروف الملاحية، وكذا تدريب ربابنة السفن الأجنبية على العبور الآمن في قناة السويس. The training we are attending gives us a great opportunity to exercise the situations which can happen when in the real life and when transiting Suez Canal. ولتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنفيذا للتكليف الرئاسي ببناء 100 سفينة صيد للشباب، تم الانتهاء من بناء 34 سفينة، وجاري العمل على استكمال بناء الأسطول من خلال شركات الهيئة التابعة. تتوالى الإنجازات مع تنفيذ التوجيه الرئاسي بالتحول الرقمي، فتنجح الهيئة في ميكنة خدماتها عبر تنفيذ مشروع الشبكة الموحدة وإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية
على موقعها الرسمي لتشمل كافة خدمات عبور السفن، تخفيضات الخطوط الطويلة، خدمات الترسانات، وخدمة المناقصات والمزايدات. ويتواصل فيض العطاء بإنشاء العديد من المشروعات القومية على ضفتي قناة السويس. هكذا قامت الهيئة بتطوير وتحديث نفق الشهيد أحمد حمدي واحد، والمشاركة في تنفيذ مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي اثنين ليتكامل ومنظومة الأنفاق والكبار العائمة ومرفق المعديات، ليتبدل شكل الحياة ما بين مدن القناة وكافة أرجاء سيناء. ويكتمل المشهد الحضري بحفظ ميراث القناة التاريخي بإنشاء المتحف العالمي لقناة السويس. ويشمل المشروع إدراج استراحة فرديناند ليسيبس داخل المتحف مع تحويل المباني الملحقة لفندق عالمي. وبدافع من دورها الريادي وانحيازها الاجتماعي لمدن القناة، توشك الهيئة على الانتهاء من حزمة من المشروعات يتقدمها استاد هيئة قناة السويس الدولي بمدينة الإسماعيلية على مساحة 80,000 متر مربع، ويتسع لنحو 22,000 متفرج. وامتد العطاء بإنشاء الهيئة لوحدة القلب والقسطرة بمستشفى نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية مع تجهيزها بأرقى الأجهزة الطبية العالمية. كما تواصل مستشفيات الهيئة دورها الطبي الرائد بعد تسجيل اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، لم تتوانى الهيئة عن إدارة وتشغيل وصيانة العديد من محطات مياه الشرب النقية بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بإجمالي طاقات تصميمية تجاوزت 1,000,000 متر مكعب من المياه يوميا، مع إضافة 335,000 متر مكعب يوميا من خلال المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها بالمدن الثلاث. وعلى خطى التطوير، شهدت القناة خلال العام الماضي عبور 12 سفينة حاوية تابعة للخط الملاحي HMM، والتي تعد الأكبر في العالم، حيث يمكن لإحداها حمل 24,000 حاوية، إلى جانب نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة ميلان ميرسيك لأول مرة بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 من 10 مترا وحمولة 214,000 طن. كما نجحت الهيئة في تنفيذ عبور 12 ماسورة عملاقة بأطوال تصل إلى 620 مترا، جهود تكللت بحصول هيئة قناة السويس على عدد من الجوائز العالمية والإشادات الدولية. ويستمر العمل بملء الأمل، فتتوالى جهود التغيير والتطوير لتعود قناة السويس إلى واجهة الأحداث كما يليق بشريان ملاحي عالمي يسهم بنحو 10% من حركة التجارة البينية العالمية. من قلب التحديات تولد الفرص، وبإدارة الأزمات يمكننا أن نمضي قدما نحو أفق جديد بمزيد من الإنجازات، لتؤكد وقائع الأحداث صدق ما ذهبت إليه مصر حينما أعلنت على لسان قائدها أن قناة السويس كانت وسوف تبقى هدية الشعب المصري إلى العالم، ما يؤكد على حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا. السيد الرئيس، الحضور الكرام، هيئة قناة السويس تعمل وتطور من أدائها دائما بشكل يعظم من قدرتها ومكانتها لتأكيد دورها الفعال في الاقتصاد والتجارة العالمية للوصول إلى مستويات متكافئة تتماشى مع متطلبات العصر وتحديات المستقبل والمتغيرات العالمية، حيث أثبتت قدرتها على مجابهة التحديات والأزمات. كلمة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتقدير لسيادتكم، أستقبلكم اليوم ممثلا لجموع العاملين بهيئة قناة السويس في هذا الصرح الوطني الشامخ الذي طالما أوليتموه رعايتكم واهتمامكم، إذ نشعر بالفخر تواجدنا بيننا تواجدكم بيننا في يوم نعتبره مناسبة مشهودة في تاريخ الهيئة التي حظيت بشرف زيارتكم للتهنئة والدعم بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن في نهاية شهر مارس الماضي. وفي البداية يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا الغالي وجموع الشعب المصري بالخير واليمن والبركات. كما أنقل لسيادتكم شكر وعرفان جموع العاملين في هيئة قناة السويس لما تقومون به من جهد مخلص ودؤوب لتعزيز قدرات وطننا الغالي والانتقال به إلى آفاق جديدة من التنمية والتطوير من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات وإحداث تغيير نوعي لطبيعة الحياة في ربوع هذا الوطن، وهو ما كنا في أمس الحاجة إليه في ظل حرص سيادتكم على تعزيز القوى الشاملة لمصر وتأكيد مكانتها عبر مختلف الوسائل الممكنة، سواء من خلال القوى العسكرية الرادعة بكافة قطاعاتها الاستراتيجية أو من خلال الدبلوماسية القادرة على شرح وجهة نظر مصر وطرح رؤيتها حول القضايا التي تعينها أمام العالم أجمع بصدق وشرف. فدمتم لنا سيادة الرئيس زعيما وطنيا قادرا على قيادة سفينة الوطن وسط كل الأنواع وفي مواجهة كافة التحديات والمخاطر، وكلنا ثقة في وصولها بعون الله إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار والإزدهار المنشود. فخامة الرئيس، قد كان دعمكم لهيئة قناة السويس بلا حدود، وكانت رعايتكم وحرصكم على متابعة كافة المستجدات ذات الصلة بأعمال التطوير والتحديث التي تشهدها الهيئة دافعا قويا لتحقيق كافة الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النجاح في مواجهة أحد أخطر التحديات التي يمكن أن يشهدها أي ممر ملاحي استراتيجي بحجم وأهمية قناة السويس. إذ كان لمتابعتكم المستمرة لكافة تفاصيل عملية تعويم السفينة الجانحة إيفر جيفن الأثر الأهم في نجاح رجال القناة البواسل في التغلب على الأزمة وإعادة افتتاح القناة أمام حركة الملاحة الدولية خلال وقت قياسي بلغ 6 أيام فقط. ولن أكون مبالغا إذ قلت أن الشعب المصري كله كان وراء هذا النجاح ليشهد العالم أجمع ملحمة مصرية جديدة سطرت في قناة السويس، ليظل يوم 29 مارس محفورا في أذهان رجال قناة السويس بأحرف من نور التي طالما كانت مسرح عمليات وبطولات سجلها التاريخ المصري قديما وحديثا. وكما تابعتم سيادتكم فاكتمل الإنجاز من خلال ما قامت به الهيئة عقب تعويم السفينة من تعامل باقتدار واحترافية مع تحدي آخر صعب متمثل في استيعاب حوالي 422 سفينة منتظرة في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي خلال أقل من 4 أيام بواقع عبور أكثر من 100 سفينة يوميا، وهي أرقام قياسية جديدة في استيعاب أعداد هائلة من السفن وحمولتها لم تكن لتحقق إلا بفضل وجود قناة السويس الجديدة وما يتمتع به المجرى الملاحي من إمكانيات وقدرات استيعابية، فضلا عن الجاهزية الدائمة التي تمتاز بها هيئة قناة السويس ورجالها من المرشدين والمهندسين وكافة العاملين في جميع التخصصات، وما يواكب ذلك من دعم مستمر من سيادتكم وإيمان عميق من رجال الهيئة بخطورة المهام التي يقومون بها في خدمة وطنهم والأهمية الدولية للصغر الذي يربطون على حمايته وتشغيله. واقتداء بكم سيادة الرئيس في الحديث بلغة الأرقام التي تشهد وحدها على حقيقة الإنجازات، وسيرا على هذا النهج نؤكد أن محققته قناة السويس خلال العام الماضي وهو عام جائحة كورونا يحسب لقدرة المخطط المصري على وضع عدة سيناريوهات لمواجهة أزمة أي أزمات وطرح بدائل متعددة لمخاطبة المؤسسات الملاحية الدولية ومالكي ومشغلي السفن بحزم تسويقية وسلسلة تسعيرية مرنة لرسوم عبور القناة يمكن أن تستوعب الأزمات وتحيد أثرها، وهي السلسلة التي أسفرت أيضا عن تحقيق قناة السويس ارتفاعا في عائدتها خلال شهر أبريل من العام الجاري، فحققت خلال 2020 شهر أبريل 1731 سفينة، وفي 2021 حققت 1814 سفينة بزيادة قدرها 4.8% وحملات صافية 102 مليون طن في 2020 و110 مليون طن في 2021 بزيادة قدرها 8%، وعائد بالدولار 476 مليون دولار في 2020 و551 دولار في 2021 مليون دولار في 2021
بنسبة زيادة 15.8%. لقد كانت هيئة قناة السويس سباقة في إعادة رؤية شاملة للتطوير والتحديث، وذلك عبر إطلاق استراتيجية التطوير 2023، والتي جاءت استكمالا لقرار سيادتكم التاريخي بحفر قناة السويس الجديدة التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ القناة. فكان من الضروري أن يتزامن معها رؤية شاملة للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأكثر ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب، وهي الرؤية التي مكنت الهيئة أيضا من مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي ولحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تأثيراتها السلبية على حركة تداول البضائع بين المواني في مختلف دول العالم، بحيث لم يظهر هذا الأثر السلبي على قناة السويس إلا في أضيق الحدود. وتشمل استراتيجية الهيئة قناة السويس 2023 على عدة محاور يمكن تلخيصها في الآتي: تطوير المجرى الملاحي، تطوير الأسطول البحري، التحول الرقمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول. نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا، حيث يمر بها نحو حوالي 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التي كانت وراء قرار سيادتكم الحكيم بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع العملاق الذي فتح لنا أفاقا نسعى للمضي قدما فيها من خلال تطوير المجرى الملاحي، حيث بدأنا في تطوير وإنشاء 10 جرشات بحرية في القناة الأصلية والجديدة مخصصة لانتظار السفن في حالات الطوارئ بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة لإنشاء 37 قيصون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلا عن تنفيذ أعمال التكريك بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحي، حفاظا على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن. وانطلاقا من توجيهات سيادتكم الدائمة بضرورة الحرص على تحديث الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، فقد كان للهيئة برنامج متكامل لإنجاز هذا التحديث وفق أحدث وأدق المعايير العالمية، استمى من خلال تعزيز أسطول الهيئة بإضافة العديد من الوحدات البحرية التي تسهم بشكل فعال في دعم قدرات الهيئة على إنجاز الأعمال والمشروعات المختلفة، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال بناء السفن وزيادة أحجامها وحمولتها. وسوف تشهدون سيادتكم بعد قليل الاصطفاف البحري الذي يضم أبرز ما تم إضافته من وحدات بحرية لأسطول الهيئة، والذي يتضمن 4 قطارات بحرية حديثة بقوة شد 70 طن وقاطرتين بقوة شد 8 أطنان تم بنائهم بخبرات وسواعد أبنائها المهندسين والفنيين بترسانة بورسعيد البحرية والشركات التابعة للهيئة، بالإضافة لعدد 7 لنشات إرشاد فضلا عن الكراكة المقاطي والكراكة مهاب مميش، أحدث وحدة بحرية في أسطول الهيئة، بالإضافة لتطوير أقسام الإنقاذ بالهيئة من خلال التعاقد على شراء قطارات بحرية عملاقة ذات قدرات شد كبيرة وأوناش متعددة الأغراض مجهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة ووحدات بحرية متطورة لدعم عمليات الإنقاذ. كما تم التعاقد على 3 لنشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والانسكاب البترولي، ومتوقع دخولهم الخدمة إن شاء الله خلال هذا الشهر. وفي إطار خطة هيئة قناة السويس للتحول الرقمي، سيتم اليوم افتتاح محطة مراقبة ملاحية ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي، وهي المحطات التي تمثل مراكز للتحكم والسيطرة والإنذار المبكر والتدخل السريع أثناء الأزمات. أما فيما يخص الرؤية الشاملة لتطوير الأصول التي تمتلكها هيئة قناة السويس وتعظيم الاستفادة منها، كان لتوجهات سيادتكم المتواصلة أكبر الأثر في بدء تنفيذ خطة طموحة لإعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتحويلها إلى مؤسسات رابحة، وتتولى الشركات التابعة للهيئة حاليا تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لسيادتكم نحو إعادة تشكيل أسطول مراكب الصيد المصري من خلال بناء 100 مركب صيد جديدة مجهزة بكافة المعدات والأنظمة الملاحية المتطورة التي تؤهلها للعمل في المياه الإقليمية والدولية، وهو المشروع الذي يستهدف زيادة الإنتاج الوطني من الأسماك وسد الفجوة الغذائية وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب. وسيتم اليوم إعطاء إشارة البدء لتشغيل 34 مركب صيد كدفعة أولى ضمن المراحل الثلاثة لهذا المشروع. هذا لم يقتصر دور هيئة قناة السويس على إدارة وتشغيل مجرى الملاحي فحسب، بل امتدت المظلة الخدمية للهيئة منذ إنشائها لتشمل تنفيذ وإدارة العديد من المشروعات في قطاعات البنية التحتية والإسكان والصحة والمنشآت الرياضية والثقافية بمحافظات القناة الثلاث. فعلى صعيد الرعاية الصحية تسهم الهيئة بنصيب وافر من منظومة التأمين الصحي الشامل،
وذلك عبر مستشفياتها والعديد من المنشآت الطبية التابعة لها بمحافظات القناة، والتي تم تسجيل الاعتماد لها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لدخولها في منظومة التأمين الشامل الصحي الشامل. وفيما يخص مشروعات البنية التحتية، فقد قامت الهيئة بتعزيز محاور الربط والعبور بين ضفتي القناة من خلال تشغيل سلسلة من الأنفاق العملاقة وبناء مجموعة من الكباري العائمة والمعديات التي تربط شرق القناة بغربها، وهو الأمر الذي يجسد رؤية سيادتكم نحو تحقيق التنمية الشاملة لسيناء التي بات الانتقال منها وليها لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة فقط، بما يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع والمركبات. وتوضح الأحصائيات التالية أعداد المركبات العابرة من خلال محاور العبور المختلفة بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، وقد كانت بإجمالي 1,488,000 مركبة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم وشعب مصر العظيم أن نظل على العهد أوفياء، وأن نبذل جهدنا ودماءنا وأرواحنا لصون مقدرات هذا الصرح الشامخ، وأن يظل الإنسان المصري مرابطا أبيا على ضفاف القناة، مؤكدا قدرته وإرادته الصلبة نحو تحقيق النصر في معركة التنمية، ولا يبقى سوى أن نخلص جميعا النوايا وأن نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا، فصدق السريرة وحسن الظن بالله وبقدراتنا هو الوسيلة لمواجهة أي أزمات، وستبقى مصر دوما هي الهدف والغاية. والآن أستأذن سيادتكم يا فندم في عرض تطوير للمقترح المجرى الملاحي. ده يا فندم مسقط الأفقي لقناة السويس الحالي، واللي بنرى فيه إن 17 كيلو الأولين من بورسعيد لغاية كيلو 17 هم فيهم ازدواج، بعد كده من كيلو 17 لكيلو 50 جزء غير مزدوج بطول 33 كيلو متر، والجزء ده مستقيم ما فيهوش أي الحياءات، وبالتالي بيسهل عبور السفن. الجزء ده بيحتوي على أنفاق 3 يوليو، محطة الكهرباء، ومحطة معالجة بحر البقر، وصحارة ترع السلام، والمزارع السمكية، والأنطرة الشرق، وكوبري السلام. بعد كده تأدي قناة السويس الجديدة من الكيلو 50 للكيلو 122 بطول 72 كيلو متر، ويدي فيها ازدواج. من الكيلو 122 للكيلو 162 ل40 كيلو ما فيهمش ازدواج لغاية السويس لمخرج السويس، فيهم 10 كيلو في البحيرات المرة الصغرى من الكيلو 122 للكيلو 132، ومن الكيلو 132 لغاية مخرج خليج السويس كيلو 162 ما فيهمش ازدواج 30 كيلو، بيحتوي على محطة مياه ونفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري ومعدية الشط ومحطات مياه أخرى وأبراج كهرباء. المقترح اللي احنا بنقدمه لسيادتك النهارده، لو سيادتك صدقت بيه، ان احنا نعمل عمليات توسعه وتعميق في ال 30 كيلو اللي هو من الكيلو 132 للكيلو 162، ونعمل ازدواج في الكيلو 100 من 122 ل 132 في البحيرات المره. يعني نعمل ازدواج، نعمل قناتين في الكيلو 122 ل 132 جهه الغرب، وبالتالي بعدين قناتين بطول 10 كيلو ينضموا لقناه السويس الجديده اللي هي 72 كيلو متر. عمل الازدواج ده يا فندم هيحسن من الملاحه داخل قناه السويس، علاوه على انه بيعادل حوالي 25% من ال 40 كيلو اللي موجودين فيهمش ازدواج. هيزيد الطاقه الاستيعابيه لقناه السويس بحيث ممكن يتحمل 6 وحدات او 6 مراكب اخرى يمروا في قناه السويس بعدد 3 مركب في كل قناه. اعمال التكريك في المنطقه دي يا فندم 45 مليون متر مكعب. بعد كده نيجي للقطاع الاخر اللي هو من الكيلو 132 للكيلو 162 30 كيلو، بنعمل فيهم ازدواج، بنعمل فيهم توسعه وتعمير. توسعه 40 متر لجهه الشرق، وتعمير من 66 قدم اللي احنا كنا موجودين عليها ل 72 قدم. العمليه دي يا فندم هتعمل تحسين في عبور السفن الزياده دي، هتؤدي لزياده المسطح القطاع المائي بحيث التيارات المائية والرياح المؤثرة على مؤخر السفينة أثناء دخولها هذا القطاع تقلل منه، وبالتالي تزيد قدرة المرشد والأبطان على قيادة السفينة بسهولة. أيضا هيقلل التيارات الملاحية، التوسيع ده والتعميق هيقلل التيارات الملاحية اللي جاية من الجنوب واللي بتصل حوالي من 4 ل 5 عودة. احنا برضه كنا عملنا أبحاث في التخطيط والأبحاث وفي التحركات والإدارة الهندسية عشان نوصل للتحسين ده هيدينا لإيه. التحسين ده يا فندم هو عباره عن اللي احنا بنعمله هو مساحه القطاع المائي اللي هي اي سي على اس على مساحه الجزء المغمور من السفينه.
مساحة القطاع المائي دون هو عبارة عن مساحة العرض بتاع قناة السويس الموجود على السطح زائد العرض في القاع على 2 في العمق الموجود في قناة السويس على الاس اللي هي مساحة الجزء المغمور من السفينة اللي هو عرض السفينة والغاطس بتاع السفينة. النسبة دي يا فندم احنا عملناها على ايفر جيفن برضو بحيث نشوف هل هتتغير لما نغير العوامل دي ولا مش هيبقى في تغيير. فاحنا ما عملناها على ايفر جيفن اللي كان الغاطس بتاعها 15 متر وكان عرضها 58 متر، عملنا المعادلة دي طلعت 5.2. لما عملناها على بعد زيادة ال 40 متر سواء في المسطح المائي او في القاع وزيادة العمق طلع النسبة 6.7 يعني بتحسن. احنا غيرنا 3 عوامل اللي مؤثرين في المعادلة، غيرنا المساحة في السطح 40 متر بدل ما هي 292 هتبقى 332، وغيرنا في العامل الثاني اللي هو المساحة او العرض في القاع بدل ما كان 127 متر هيبقى 167 متر، علاوة على تغيير العمق بدل ما هو 66 قدم بقى 72 قدم، وبالتالي احنا غيرنا في المعادلة كلها للأحسن، وبالتالي أثبتت ان اللي احنا هنعمله ده ان شاء الله سواء في التوسعة ل 40 متر او التغيير العمق من 66 قدم 72 قدم هيحسن معانا موضوع العبور السفن في هذا المحور اللي كان حصل فيه الحادث. احنا فندم عمال حفر الجاف اللي هتتم في الموضوع ده 3 مليون متر مكعب بس، وعمال التكريك 42 مليون متر مكعب. ان شاء الله الاجمالي مده التنفيذ لو اشتغلنا ان شاء الله بالكهرباء بتاعتنا هناخد توسعه وتعميق وازدواج في 24 شهر، وحاطين احتياطي لاي ظروف بالنسبه للقاع لان القاع هنا صعب جدا صخري وفي شعب مرجانيه فتأثير يعني كبير، فممكن يبقى فيه احتياطي بس نحاول ان احنا في الاخر ان شاء الله هنخلص في ال 24 شهر. لو سيادتك اذنت لنا وصدقت لنا احنا ممكن نشتغل في هذا المشروع بعد اذن حضرتك. والان استاذن سيادتكم في فخامه الرئيس في بدء افتتاح المشروعات بالفيديو كونفرنس. افتتاح المجموعة الأولى بمحطات محطة مياه بورسعيد بطاقة 80,000 متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري، لترتفع بذلك طاقة المحطة إلى 480,000 متر مكعب في اليوم بما يكفي احتياج مدينة بورسعيد حتى عام 2038. يقوم المهندس السيد محمد شلبي رئيس أشغال بورسعيد والمهندس عمر محمد شعبان رئيس صيانة كهربية وتشغيل المحطة بإزاحة الستار. ايوه امر يا فندم. محطه ارشاد الفردان ضمن 16 محطه على طول المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي، تم تطوير هذه المحطه وتزويدها باحدث انظمه الرصد والمراقبه الملاحيه مع ربطها بالمراكز الرئاسيه لمراقبه حركه الملاحه من خلال منظومه الشبكه الموحده، وتمثل محطات المراقبه هذه مراكز للتحكم والسيطره والانذار المبكر والتدخل السريع لاثناء الازمات. يقوم الابطان اشرف رمضان صالح مرشد ممتاز بهيئه قناه السويس والمهندس محمد ماجد حسين المشرف على المشروع بإزاحة ستار. افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحلية للمعاش في بورتوفيه محافظة السويس بإجمالي عدد 9 عمارة بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه. يكون المهندس شيخ العرب السيد رئيس قسم المباني بأشغال بورتوفيه
والمهندس إبراهيم صلاح حسب الله المشرف على المشروع بإزاحة ستار. أي أوامر يا فندم. افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية الجديدة. قامت الهيئة بشراء 73 عمارة بواقع 1008 وحدة في مدينة الإسماعيلية الجديدة. تم تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية، حيث ستنتقل إليها شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى وإدارة الأنفاق والكباري تمهيدا لنقل إدارة الشركات وإدارة الاتصالات ونزل المعلومات، في خطوة تستهدف الاستفادة من هذا التوسع العمراني واستثمار الزخم الكبير المصاحب لإنجاز مشروع قناة جديدة وما ترتب عليه من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة شرق القناة. يقوم المهندس شريف عماد الدين سيد وكيل مدير إدارة الأنفاق والمهندس جورج سليمان كامل مدير المتابعة الفنية بشركة القناة للمواني بإزاحة ستار. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. سيادة الرئيس، توجد مشروعات جاري تنفيذها بالهيئة، سنتابع الآن بعد إذن سيادتك سير العمل ونسب تنفيذها. متحف العالمي لقناة السويس، مشروع عبارة عن تحويل المبنى الإداري للشركة العالمية لقناة السويس الذي تم إنشاؤه عام 1862 إلى متحف عالمي يسلط الضوء على تاريخ قناة السويس منذ بداية فكرة ربط البحرين الأحمر والمتوسط في العصر الفرعوني وصولا لحفر قناة السويس الجديدة. ويحتوي المتحف على 22 قاعة عرض تدور حول 7 محاور تاريخية رأسية، كما يحتوي على قاعة مؤتمرات ومعامل لترميم القطع الأثرية وقاعات أنشطة متحفية، بالإضافة لقاعات عرض بتقنية الهولوجرام لثلاث شخصيات تاريخية تستقبل الزائرين عند دخولهم المتحف. يجري العمل حاليا بالمتحف العالمي لقناة السويس تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 60%. مشروع استاد قناة السويس الدولي، تم تصميم الاستاد على مساحة 80,000 متر مربع بسعة تصل إلى 22,000 متفرج، ويحتوي على 2 لوحة إلكترونية ومضمار أولمبي لألعاب القوة ومكسورة كبار الشخصيات وثلاث مهابط طائرات وأماكن انتظار بطاقة استيعابية 600 سيارة، وتم بوابات لدخول الجماهير وأربع غرف تغيير ملابس وتجهيزات لذوي الهمم. مشروع محطة مياه الإسماعيلية بطاقة 180,000 متر مكعب بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، والمقرر انتهاء منها في أكتوبر 2022 بعد إضافة إنتاجية هذه المحطة إلى محطة المياه الرئيسية التي تبلغ طاقتها 320,000 متر مكعب. ستصل الطاقة الكلية إلى 500,000 متر مكعب بما يغطي احتياجات مدينة الإسماعيلية من مياه الشرب حتى عام 2037. استاذن سيادتكم في تقديم هدية فن تذكارية كتاب الله ليكون حافظا لسيادتكم. سيد الرئيس، نستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلك اللي هياخد اللوحات بس خليها قدامنا شوي.
من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا في البدايه ان انا اوجه التحيه والتقدير والاحترام للشعب المصري ولهيئة قناة السويس، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الأيام يعني بالخير وبالسلام وبالأمن والاستقرار. وبمناسبة العيد، كل سنة والعالم العربي والإسلامي ومصر بخير وسلام، والعالم كله بخير وسلام. الحقيقة الزيارة بتاعت النهاردة كان الهدف منها ان احنا نأكد على المؤكد، يعني ان قناة السويس اللي يعني بكفاءتها بتعمل، مش بس هي كمجرى ملاحي، لا ايضا شركات قناة السويس بتعمل، وانتوا هتشوفوا او اللي احنا اثناء العرض الكلام اللي اتقال في الانشطة والشغل اللي بيتم تنفيذه خلال المرحلة دي. فانا بقدم التقدير مرة تانية والتهنئة للهيئة على الجهد اللي اتعمل والجهد اللي هيتعمل ان شاء الله في المشروع اللي عرضه سيادة الفريق أسامة. انا عايز اقول ايه، ان احنا يعني هيئة قناة السويس دي هيئة عملاقة كبيرة قوي، والشركة ليها رؤية في المرفق بتاعها والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم او يتوافق مع يعني تطور حركة التجارة في العالم. واللي انتوا سمعتوه النهاردة من على ان احنا نعمل يعني تحسين لحركة المجرى الملاحي في الجزء الجنوبي، ان شئنا ان احنا نسميه كده، اللي هو الجزء اللي حصل فيه المشكلة، مش كده، اللي هم يعني نقول الخمسين كيلو الاخرين دول، سواء العشرة اللي موجودين جوه البحيرات المرة او على امتداد الجزء الاخر حتى خليج السويس. انا طبعا يعني كنت اتمنى ان اللي يعمل الشغل كله هي قناة السويس. يعني عندنا كركات كبيرة وعملاقة، وفي كركة هتيجي في شهر 8 هتنضم للاسطول، وبالتالي هل احنا يعني المدة الزمنية اللي احنا ممكن لو احنا كهيئة بمواردنا بمعداتنا قمنا بالعمل ده، وممكن الاستعانة ببعض الشركات برضو لو كان ده المدة 24 شهر. تفضل استريح. يعني طبعا يعني كل ما يكون المدة اقل من كده انا مش عايز الزم، لان انا هنا مش عايز احشد موارد ضخمة جدا لعملية التوسعة. يعني مش هقول ان احنا مش في عجلة، مش لا، احنا هنتحرك ونشتغل بامكانيات الهيئة، وممكن الاستعانة ببعض الشركات اذا تم تقديم عروض مناسبة لموضوع التكريك اللي انتوا عايزين تعملوه دوت. اذا كان ده خلاص يعني ده الشكل والتصور النهائي، انا كنت عارف ان ده كان من ضمن اللي يعني الاجراءات اللي الهيئه حطاها لتطوير المجرى الملاحي كله، مش بس الجزء اللي احنا افتتحنا، لا ده كان ده من ضمنه، بس مرحله يمكن تكون مرحله متاخره شويه يعني، وجاء اوانها دلوقتي بحكم الظروف اللي حصلت. فاحنا يعني خلينا اقول ان احنا ننطلق ونتحرك فيها ونعملها يعني. واتصور ان مواردكم مش محتاجين بقى نعمل مرة تانية كده دكتور مصطفى، مش كده؟ مش محتاجين. طيب يعني ان شاء الله نتحرك فيه. النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها ان اللي احنا بنشوفه النهاردة برضو ده بيؤكد عطاء شعبنا، عطاء الشعب المصري. واسمحوا لي اقول لكم ان احنا خلال الشهر الكريم ده كانت الدراما بتتناول قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا، وهنا يعني مش هيفوتني وما افتكرش هيفوت اي مسؤول في مصر انه يقدم التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين اللي هم
زي ما كنا بنقول دايما قبل كده ويمكن ما كانش واصل يعني تماما للناس ان اللي تلقى النار والرصاص والعبوات الناسفة والمتفجرات هم أبناء مصر من الجيش والشرطة، تلقوه بالنيابة عن أو بدلا من إن ما تلقاه شعب مصر. أنا بسجله دلوقتي ليه؟ مش هقول عشان ما ننساش، ما افتكرش إن احنا هننسى الفترة الصعبة ديت، ولكن أتصور إن الدراما اللي اتقدمت واللي لازم تقدم أكتر من كده واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد يمكن ما نكون احنا تجاوزناها بشكل كبير وفكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، ومرت علينا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم بفضل تضحيات المصريين. ما مرتش إلا بتضحياتكم أنتم، تضحيات شعب مصر، كل أسرة قدمت شهيد في أي قطاع من قطاعات الدولة، الجيش، الشرطة، القضاء، المساجد، الكنائس، كل ده. أتصور أن ده كان مشاركة أو تمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب اللي احنا كنا قلنا في افتكره في 2013 مش كده؟ في يوم 24/7 وقلنا أن فيه إرهاب محتمل. أنا عايز أقول، أنا بذكر ده دلوقتي ليه؟ لأن إحنا لما قلنا كلمة إرهاب محتمل كان يمكن كتير من المصريين بيقولوا إرهابي، هو في حاجة؟ هو هيحصل حاجة؟ لا، الدولة بيبقى ليها رؤية، الدولة والمسؤولين، وفي دراسات بتتعمل وفي تقديرات مواقف بتتعمل بتبقى شايفة وتستشرف المستقبل، وبالتالي كانت شايفة إن هيبقى في تحدي هيقابلنا وقابلنا بالفعل، وكان كتير أثناء الأزمة ما بنتهز كلنا، ومش هقول بنتلخبط، لكن طبعا ده كان رد فعل لشعب خايف على بلده. يعني أنا يعني لما كنت بلاقي الناس بتتألم قوي وبتتهز أحيانا أقول طب ما هو طبيعي، ما هم خايفين على بلدهم، ولكن الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى وزي ما قلت بفضل التضحيات بتنتهي وبتتحسن الأمور، وإن شاء الله هيجي علينا وقت مش بعيد قوي إن احنا نقول الحمد لله هذا الأمر تم يعني تجاوزه تماما. يعني ونيجي لنقطة تانية، انتوا قلقاكم يا مصريين وقلقاني أنا كمان، وأنا اتكلمت فيها قبل كده، موضوع سد النهضة والتفاوض بشأنه. أنا كل اللي هقوله لكم حاجة واحدة بس، انتم من فضلكم اقلقوا لأن ده طبيعي يا حياة، لكن لازم تكونوا متأكدين ان المسار بتاع التفاوض بيحتاج صبر وتأني، وما تستعجلوش النتائج، لكن كونوا واثقين من الله سبحانه وتعالى، ثقتكم في ربنا سبحانه وتعالى وفي بلدكم وفي قدرتها، في بلدكم وفي قدرتها، ان الحفاظ على حقوق مصر المائية ده امر زي ما قلت مرة قبل كده ما يعني مش ممكن حد هيتجاوزه، بس ما تستعجلوش وتصوروا ان الامور يعني كل حاجة لها ترتيباتها ولها تدبيرها، والتفاوض عملية شاقة وصعبة واحنا بنضغط، وزي ما انتم شفتم يمكن خلال الفترات يمكن الاسبوع ولا العشر ايام الاخرانين استقبلنا مبعوث امريكي للقرن الافريقي، واستقبلنا الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الافريقي تشيسكيدي عشان هذا الموضوع نتكلم فيه، ويعني الجهد والحركة ماشية على ان احنا نصل الى يعني حل لهذه المسألة اللي هي بتعتبر اللي بنعتبرها من المسائل الحساسة جدا جدا والمهمة جدا جدا، ولكن زي ما بقول كده القلق اللي انتوا فيه قلق مقدر ومشروع، وانا يعني سعيد بيه لان انتم اهتمامكم ببلدكم ده امر رائع الحقيقة، لكن كمان لازم تكونوا متأكدين ان شاء الله احنا حقوقنا لن يتم التفريط فيها.
يتبقى ان النهارده من ضمن الافتتاح اللي هنفتتحه او هيترفع العلم على 34 مركب صيد من 100 مركب كان تم يعني الهيئه اشتغلت فيهم او بتشتغل فيهم يمكن من اكتر من سنه ولا سنه ونص. يمكن الفكره هنا انا عايز اقول المركب تقريبا هنا في حدود 17 18 مليون جنيه عشان ما ننساش الرقم، نقول 20، يعني لو قلنا 100 مركب يبقوا 2 مليار جنيه. لو انتم تصورتم ان البرنامج ده نقدر المواطنين ان هم ياخدوا يعني المركب دي لغايه يعني من 8 ل 14 طقمها، من 8 ل 14 ولكن مجهزه تجهيز كامل على انها تعمل في المياه يعني الاقليميه والمياه الدوليه، تتحرك فيها رادار وفيها اجهزه اتصال وفيها ثلاجه وفيها مصنع ثلج صغير وحتى محطه ميه عشان محطه تحليه ميه صغيره عشان توفر الميه مش كده ولا للمركب ديت. انا كل اللي بقوله واللي بقوله دايما في كل افتتاح من الافتتاحات ديت بقول ان القطاع الخاص مدعو للمشاركه في مثل هذه المشروعات، واحنا خلصنا مشوار كبير جدا في الموضوع ومستعدين ان انتم تبقوا موجودين في شركه لاداره هذا الامر بشكل او باخر بالتعاون مع الجهات المعنيه. انا بقول كده ليه؟ بقول لكم كده ليه؟ لان احنا يعني بنحاول نحسن ونطور من طرق الصيد بتاعتنا اللي هي بتعتمد على مركب يمكن صغير عن كده شويه او يعني وبيدي فرصه قليله قياسا باللي موجود هنا. فانا بقول كده لان احنا قطعنا الشوط الكبير، وهنا يمكن تقول دي المركب غاليه. المركب ديت مركب غاليه. اولا مقارنه بتمنها مع مثيلتها المصنعه في دول اجنبيه، لا مش كده؟ ارخص بكتير. النقطه الثانيه اصل احنا لما بنيجي نعمل حاجه بنعملها بتحقق المواصفات المطلوبه، مش بنعملها على قد الايدين يعني ايه يلا كده، لا مش يلا كده. انا بس بقول بالنسبه لل 100 مركب دول نواه لاسطول صيد يسمح لنا ان احنا نخرج في المياه الدوليه وعندنا كل المعدات المطلوبه في هذه المراكب موجوده. وبقول تاني مش بس هنا، في كل المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها ان القطاع الخاص مرحب بيه، انتم جزء اصيل من الوطن وبالتالي مرحب بيكم في ان كنتوا تشاركوا معانا في المشروعات اللي احنا بنفتتحها دي. واحنا قطعنا مشوار يعني قطعنا شوط كبير، خلصنا تقريبا 90% ما كانتش 100% من المطلوب، ويتبقى بقى العمل والحركه عشان نستفيد من اللي احنا بنعمله. انا مره تانية بقدم شكر لهيئه قناه السويس وعلى راسها الفريق اسامه، وبقول له متشكرين وارجو ابلاغ تحياتي وتقديري لكل ابناء الهيئه من اول الفريق اسامه لغايه اصغر عامل موجود، واتمنى لكم التوفيق. واتمنى ان احنا في يعني بامكانياتكم نستطيع ان احنا نيجي خلال فتره زمنيه، مش عايز اضغط عليكم واقول زي ما عملنا كده في المره الاولى اقول طب خليوها سنه، لا خلونا نقول في اقصى وقت ممكن تخلصوا، لان ده هيبقى ليه عائد على القناه وعلى تحسين ظروف التشغيل بتاعتها. ف كل عام وانتم طيبين وبشكركم وبالتوفيق ان شاء الله دائما، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر بلدنا ويحفظ منطقتنا ويحفظ العالم كله من الشرور اللي موجودة ديت، وربنا يحفظنا إن شاء الله. شكرا جزيلا. سيد الرئيس نستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية.
الرحمن الرحيم. تشرف بحضرتك في كراكة مهمة ميش، أحدث كراكة انضمت لهيئة قناة السويس، هي وصلت لينا إن شاء الله في أرضنا الحبيبة 9-4. مواصفات الكراكة الفنية دي هي الطول بتاعها 147 متر ونص، عرضها 23 متر، الغطس اللي هو الجزء اللي تحت المية 5 متر ونص. القدرة الإجمالية للكراكة 29,130. قدرة الحفار عندنا هنا 4,800 كيلو وات. أقل عمق تكريك بتشتغله 8 متر، وأقصى عمق التكريك 35 متر. الإنتاجية بتاعتها في الساعة 3,600 متر مكعب في الساعة. نظرية عمل الكراكات إن هي بيبقى فيه حفار، الحفار ده بيقطع في التربة، يكسر في التربة، والحفار ده بيبقى فيه منه نوعين، حفار للتربة الرملية وحفار للتربة الصخرية، على حسب ما احنا بنشتغل في نوعية التربة احنا بنبتدي نغير الحفار. بعد ما بيقطع التربة بيحصل طبعا سوينج، ان هو الحفار ده يروح من الجنب اليمين للجنب الشمال يقطع، بيبقى تحت منه ترومبة، اخت الترومبات دي بس بقدرة اقل شوية، بتسحب الناتج التكريك ده اللي هو الخليط اللي هو عبارة عن المية مع الرملة او المية مع الطين على حسب التربة، وتجيبه لترومبة مناولة، الترومب الطمي واحد اللي بتسلمه لترومب الطمي اثنين اللي بتوديه لبرة في مواسير، في جزء منها بيبقى جوه الكراكة لغاية ما يطلع بره الكراكة، يبتدي يمشي في مواسير عايمة لحد ما يوصل حوض ترسيب بيبقى في الشرق. حوض الترسيب ده بياخد ناتج التكريك اللي هو عبارة عن خليط من الرملة والمية، طبعا لما يوصل حوض الترسيب الرملة او الطينة بتترسب وترجع المية النظيفة ترجع للقناة تاني عن طريق مواسير تصافي، وربنا يوفقنا ويوفق حضرتك ان شاء الله يا فندم. مبروك. مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، مبروك لحضرتك ومبروك لينا يا فندم، شرفتنا يا فندم، شرفتنا. والله ده يعني مع السلامة، الجماعات الأهلية ابتدت تطلع بركان.